بموجب بنود المرحلة الأولى 2016-2021 من المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل والفرع الخاص بموريتانيا، سجلت المرحلة الثانية من المشروع إنجازات كبيرة فيما يتعلق بجل القضايا ذات الصلة بالصحة الحيوانية والإدارة المستدامة للمراعي والموارد الرعوية وتجارة الماشية والوقاية من الأزمات الرعوية وإدارتها، حيث قامت مجموعة البنك الدولي بتمويل المرحلة الثانية من المشروع الإقليمي لدعم النظام الرعوي في الساحل في منطقة الساحل بمبلغ إجمالي قدره 375 مليون دولار أمريكي في 6 دول من دول الساحل بما فيها موريتانيا. وقد استفادت المرحلة الثانية من مشروع الدعم الإقليمي للرعي في منطقة الساحل على مستوى موريتانيا من تمويل قدره 45 مليون دولار أمريكي على شكل منحة من المؤسسة الدولية للتنمية. وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية البنك الدولي في 30 مارس 2021، ويدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر 2021. وقد أقيم حفل الانطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من المشروع في 17 مارس 2022 في نواكشوط، وتبلغ مدة المرحلة الثانية من المشروع 4 سنوات وستغلق في 31 ديسمبر 2027. ثالثا، وفي إطار تنفيذ خطة العمل الإقليمية الثانية، منحت مجموعة البنك الدولي أيضا لموريتانيا في يونيو 2022 تمويلا إضافيا على شكل قرض بقيمة 42 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع مدته 3 سنوات يهدف إلى زيادة الاستثمار في تدخلات الأمن الغذائي وبناء القدرة على الصمود استجابة لأزمات الأمن الغذائي وتغير المناخ التي يواجهها الرعاة والمزارعين الرعاة في عدة مناطق من البلاد. ويكمل هدف التنموي المشروع الإقليمي لدعم النظام الرعوي في منطقة الساحل المعروف اختصارا ببرابس 2 مرحلته الثانية في تحسين قدرة الرعاة والمزارعين الرعاة على الصمود في بعض المناطق المستهدفة في منطقة الساحل. وتغطي منطقة تدخل المشروع 7 وحدات بيئية رعوية، 6 وحدات بيئية رعوية موجودة كجزء من المرحلة الأولى، ووحدة بيئية رعوية جديدة حول المحور الرابط بين أطار وزويرات والمناطق الرعوية في شمال البلاد داخل تنواذيبو وأدرار وينشيري وأوكار وتيرس زمور. وتشمل هذه بشكل رئيسي الرعاة والمزارعين الرعاة ومنظماتهم والجمعية المهنية المشتركة للحوم والثروة الحيوانية والأطباء البيطريين العاملين في القطاع الخاص وكذا العاملين في مجال الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية العامة والخدمات والإدارات التابعة لوزارة الثروة الحيوانية والسلطات الإقليمية والمحلية. يتكون المشروع من 5 مكونات، هي: المكونة الأولى تحسين الصحة الحيوانية ومراقبة الأدوية البيطرية، المكونة الثانية الإدارة المستدامة للمناظر الطبيعية وتحسين الإدارة، المكونة الثالثة تحسين سلاسل قيمة الثروة الحيوانية، المكونة الرابعة تحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب، المكونة الخامسة تنسيق المشروع وتعزيز المؤسسات ومنع الأزمات والاستجابة لها عند الضرورة. يعتبر مشروع دعم نظام رعوي الساحل مشروع رائد في هذا المجال، وقدم دعم كبير للمصالح البيطرية الوطنية خلال السنوات الماضية من خلال مشروع مرحلته الأولى. يمكن تلخيص أهم المحاور التي تم تدخل فيها بالنسبة للمصالح البيطرية: أولا دعم البنى التحتية، حيث تم إنشاء وتشييد 150 حظيرة لتحصين الحيوانات لتحصين الأبقار على المستوى الوطني، بناء وترميم 20 وحدة صحية بيطرية في مختلف المناطق، وبناء مقر المصالح البيطرية على المستوى الوطني هون في مدينة نواكشوط. هذا بالنسبة للبنى التحتية. أما بالنسبة للوسائل اللوجستية، فقد تم تزويد المصالح البيطرية ب 38 سيارة
رباعية الدفع لدعم تحرك المصالح البيطرية في الوسط الريفي وتوفير لها الإمكانية للتنقل من أجل محافظة على وجودها قرب المنمين. وكذلك تم تزويد المصالح البيطرية بمعدات التبريد لحفظ اللقاحات، حيث تم توزيع مبردات وثلاجات. على الرغم من إنجازات البرنامج الأول للمشروع الإقليمي لدعم النظام الرعوي في الساحل فيما يتعلق بتحسين الصحة الحيوانية، لا تزال الخدمات البيطرية تواجه تحديات عديدة من حيث التدريب والمعدات والبنى التحتية وتحسين تغطية التطعيم ضد الأمراض الحيوانية ذات الأولوية، والتي من بينها ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض والوفيات المرتبطة بالمشترات الصغيرة والكبيرة. ويظل الحد من انتشار معدل الإصابة بآفة المشترات الصغيرة من خلال تطعيمها ووضع العلامات عليها عنصرا مهما في التزام موريتانيا مع الشركاء الفنيين والماليين بالقضاء على طاعون المشترات الصغيرة في أفق عام 2030. هذه المكونة تتركز حول ثلاث نقاط أساسية، والله مكونات جزئية. المكونة الأولى هي التسهيل المستدام للمصادر الرعوية، والمكونة المصغرة الثانية تتعلق بولوج المنمين الحيوان شر المياه الرعوية، والمكونة الثالثة هي تحسين تغذية الحيوانات عن طريق زراعة الأعلاف. في خلال المرحلة الأولى من المشروع عدل فيه في ذاك الإطار قدر من نقاط المياه الرعوية وقدر من هذه المناطق اللي قال المسيرة تسير مستدام بمواثيق رعوية، سبع مواثيق رعوية في منطقة التدخل، و70 نقطة مياه من الآبار الرعوية، و30 صونداش معرفة صونداش رعوي. هذا بصفة عامة وكان حصيلة المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بدأنا في تنفيذها من 2022، وفتنا عدلنا 16 بير رعوي والله في طور الإنجاز، و18 صونداش وطور الإنجاز، و22 منطقة لزراعة الأعلاف في طور الإنجاز، وحاليا حاولين نعدلوا نضعه عدد المناطق المسيرة تسير مستدام عن طريق المواثيق الرعوية. ويتميز قطاع الأدوية بالبيع غير المشروع ووجود التزوير وتطور الاستخدام الفوضوي للأدوية. ومن المؤسف أيضا عدم وجود خطط استراتيجية للخدمات البيطرية ضد الأمراض ذات الأولوية، وكجزء من المشروع الإقليمي لدعم النظام الرعوي في الساحل في مرحلته الثانية تم إعداد خطة استراتيجية للخدمات البيطرية، وسيتم استكمال هذه الخطة بخطة تشغيلية مرحلية. طبعا أنه في إطار مشروع برابس عدلنا مجموعة من الأنشطة الداعمة لهذا النشاط الرعوي في الساحل في موريتان، خاصة بنينا 18 سوق، 16 منها طبعا وفات والأخرى ما وفات غير مواصلينها في البرابسان. عدلنا حدود 25 مسلخة محسنة، مساحات سلخ محسنة، وعدلنا طبعا مكانين للراحة، مثلا الحيوانات اللي تعود مرفودة من بعيد تجبر بلا تستراح فيها ياك تحافظ على وزنها وتحافظ على قيمتها التجارية. عدلنا طبعا أماكن لبيع اللحوم في البرابسدة، طبعا لاهي ندعم إنشاء طبعا إعادة تأهيل بعض المنشآت اللي عدلت في برابس آن وسابقه يقير، خاصة لهنا نعدلوا 12 سوق جديدة و12 مساحة سلخ محسنة وثلاث مثلا منشآت لتجميع الألبان وثلاث ملبنات من النماط الجديدة أكبر شوي من ذيك الأولى، فهمت عنها الدورة أكبر منها تقريبا حدود 2000 إلى 5000 لتر.
ولا تزال قضية تطوير كفاءات النساء والشباب في البيئات الرعوية من خلال تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الأزمات وتنويع مصادر دخلهم وما إلى ذلك مشكلة مطروحة في موريتانيا. في إيكونوميك سوسيال le financement va améliorer et renforcer ce qui a été déjà acquis, c'est la première phase dans ces domaines qu'on vient de citer, la santé animale, la gestion des parcours, le commerce du bétail et aussi l'intervention de l'urgence dans le cadre des crises pastorales. Le مشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بدا سنه 2015 مرحلته الاولى وانتهت سنه 2021 في اطار المكون دعم النساء والشباب كانت في المشروع الأول تسمى مكونة تسيير الأزمات الرعوية وصبحت الآن في المشروع الجديد دعم النساء والشباب دعم الاقتصاد الاجتماعي للنساء والشباب. في المرحلة الأولى للمشروع تم تمويل 286 تجمع نسوي في مجال النشاطات المدرة للدخل وتم استثمار فيها حوالي 600 مليون من الفضاء وتم تكوين 817 شاب وشابة من مجالات تخص المنمين فيها الصحة الحيوانية وفيها الزراعة وفيها إصلاحات المياه وفيها الطاقة الشمسية وفيها حتى التكوين على المجالات الغذائية استهلاك تحسين نمط الاستهلاك الريفي. وفي مرحلة المشروع الثانية نكونوا والله قاعد كوننا فتنا 1025 مولي شاب في نفس تقريبا المجالات اللي يطلبوا الرياف و 525 منها فات تكونوا و 500 ما زالت تتخرج يوم 15 الشهر القادم. بالنسبة للنشاطات المدررة للدخل عندنا مهام مبرمجين ان نمولوا 4000 مستفيد وفي مجال السجل الاجتماعي تسجيل الفقراء في السجل الاجتماعي اللي هو عاد هو الوسيلة الوحيدة للوج للدعم والوحيدة اللي يميز الفقراء عن الناس الأخرى. عندنا اتفاقية مع السجل الاجتماعي ليحصينا 3000 أيضا مستفيد ولين نحاول احنا يلا ان شاء الله وندعمهم. كما ان الوصول المحدود للنساء والشباب في المناطق الريفيه الى انظمه الدعم والعمل الحر يمثل بدوره تحديا اخر اليوم. ويعد التنفيذ في اطار المرحله الاولى من المشروع الاقليمي لدعم النظام الرعوي في الساحل وفي موريتانيا على وجه الخصوص بحاجه لمرونه اكبر في مواجهه الازمات الرعويه من حيث نوعيه الزراعه والاساليب الزراعيه بما في ذلك المشاريع الصغيره الفرعية. كما تشكل هذه الطرق أحد المناهج الأكثر ملائمة في المناطق الريفية وذلك من خلال الترويج لهذه المنهجية خاصة ما يتعلق بالتدريب المهني وتعلم التجارة وتطوير الزراعة بالإضافة إلى فرص تنمية الدخل من خلال العمل الحر. Dans le cadre de la première phase du projet, on a formé pour le PROPS 817 jeunes hommes et femmes bien sûr en trois corps de formation, une première corps de 117, une deuxième de 300 et une troisième de 400. Et bien sûr, il faut signaler que les bénéficiaires de ces formations sont les jeunes ici des villages d'éleveurs et d'agropasteurs dans la zone d'intervention, à savoir les deux Hod, la Saba, le Guidimara, le Gorgol, le Trerza, le Brakna et le Taga. ولا شك أن هذه المرحلة الثانية من البرنامج في موريتانيا ستسمح بديناميكية أكبر لتعزيز القدرة على الصمود والاستمرار وتحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.